ما هو الطلاق للضرر؟ لا هو السؤال ينفع يتقال كده؟ ما هو الطلاق للضرر؟ اه طيب نجاوب الاول نشرح يعني ايه الطلاق للضرر. الضرر المسبب للطلاق هو اهانه الزوجه او التعدي عليها بالضرب او عدم الانفاق على الزوجه أو حبس الزوج لمدة تزيد عن ثلاث سنوات وهنا يشترط أن تقيم الزوجة دعواها بالطلاق بعد حبسه بسنة أو للعنة اللي هي عدم القدرة الجنسية أو لمرض معدي مثل البرس أو الزواج من أخرى دول الأسباب اللي القانون الأحوال الشخصية عددهم في أحقية الزوجة اللجوء إلى القضاء في طلب الحكم لها بالطلاق للضرر حالات الحالة الأولى إنه يهنها أو يتعرض لها بالسب والشتم والضرب أو عدم الإنفاق عليها أو حبس الزوج لمدة تزيد عن ثلاث سنين وهنا القانون اشترط أنها تقيم الدعوة بعد مضي سنة أو العنة العنة هو مرض عدم القدرة الجنسية ده موجب للطلاق للضرر أو مرض معدي مثل البرص أي طلاق الاثنين المرض ده ينتقل لده يبقى ده يسبب ضرر و أعطى القانون الحق للزوجة اللجوء إلى القضاء للقضاء لها بالطلاق للضرر أو الزواج من أخرى بس دي برضو لها شروط إنها تقيم في خلال تقام في خلال سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى وإنه يكون مسبب لها ضرر نفسي يعني دول دي الإجابة عن تعريف الطلاق للضرر وحالاته بإيجاز لأن ده ممكن كل حالة منهم تعوز حلقة لواحدها في الشرح. لكن عشان الأسئلة كتير فاحنا هنجاوب النهارده بإيجاز واللي هيعوز سؤال في حاجة خاصة يبعته على موقع القناة أو على الفيسبوك الخاص بالقناة أو على اليوتيوب في القناة واحنا إن شاء الله بنتولى الإجابة عليه. سبب وجوب نفقة الزوجية. سؤال تاني سؤال جميل اصلا السبب اللي بيوجب فرض نفقه زوجيه على الزوج للزوجه هو اولا حبس الزوجه نفسها للزوج ده اول سبب او دخولها في طاعه زوجها وان تسلم نفسها اليه عند طلبها يبقى مساله ال 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 الذي يوجب أن يكون الزوج ملزم بالإنفاق وملزم إن لم ينفق بنفقة تفرضها عليه المحكمة لأنه بمجرد العقد بتكون الزوجة حبست نفسها للزوج ومسلمة نفسها ليه وفي طاعته يبقى هذا الأصل الحبس الزوج حبس الزوجة نفسها لزوجها هو الذي جعلها تستحق النفقه من الزوج عليها الولايه يعني